مجلس الوزراء الأوروبي يمدد لستة أشهر العقوبات المفروضة على خليفة الغويل ونوري بوسهمين وعقيلة صالح. السراج يقول إن ليبيا بحاجة إلى توافق عربي، ويطالب الحرس الرئاسي بأن يكون الفيصل لإنهاء الحرب في منطقة الهلال النفطي. دار الإفتاء تعلن تعرض مقرها بطرابلس لإطلاق النار، وصوان يشدد على ضرورة ملاحقة الجناة وتسليمهم إلى العدالة. مشاهدينا طيب الله أوقاتكم، هذه نشرة منتصف النهار. مدد المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل الجمعة تدابير القسرية المتخذة ضد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المؤتمر الوطني السابق نوري بوسهمين ورئيس حكومة الإنقاذ خليفة الغويل لمدة 6 أشهر إضافية. وتشمل العقوبات الأوروبية تجميد أصول المعنيين ومنعهم من السفر داخل الفضاء الأمني الأوروبي. بعد أن تحولت تحذيرات المجتمع الدولي لمعرقلية الاتفاق السياسي في ليبيا إلى واقع، الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته المتخذة على 3 مسؤولين ليبيين لمدة 6 أشهر إضافية. خليفة الغويل رئيس حكومة الإنقاذ السابقة التي كانت تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها، وهو يرفض تسليم السلطة إلى المجلس الرئاسي، ويطالب المجلس ورئيسه فايز السراج بمغادرة البلاد. الاسم الثاني والثالث هما نوري بوسهمين رئيس المؤتمر الوطني السابق وعقيلة صالح رئيس البرلمان المنعقد في طبرق، الذي يحمله النواب الداعمون للاتفاق مسؤولية فشل المجلس في عقد جلسة إقرار حكومة الوفاق. قرار تمديد العقوبات جاء نتيجة قلق المجتمع الدولي تجاه الموقف في ليبيا، وتحديدا تجاه الأعمال التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في البلاد، وكل ما يعرقل نجاح العملية الانتقالية في ليبيا. وبينما تبقى حكومة الوفاق معطلة إلى أن تعتمد رسميا من قبل البرلمان، يعد المجلس الرئاسي أمام المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية شرعيا بموجب اتفاق سخيرات الذي تم التوقيع عليه في ديسمبر 2015. هذا وأكدت مصادر صحفية بمنطقة الهلال النفطي استمرار احتجاز قوات حفتر لأكثر من 120 شخصا من سكان المنطقة. وبيّنت المصادر أن قوات حفتر تتهم المعتقلين بأنهم على صلة بقيادات تابعة لمجلس شورى الثوار بنغازي. وتجدر الإشارة إلى أن قوات حفتر شنت حملة اعتقالات واسعة في منطقة الهلال النفطي عقب السيطرة على المنطقة في 14 مارس الماضي. شدد الفرع البلدي العربان التابع للمجلس البلدي غريان على أن أعضاء المجلس ومخاتير المحلات والمجالس الاجتماعية هم الممثل الشرعي الوحيد للمنطقة، ومؤكدا في بيان له الخميس على أن أي تصريحات فردية أو مداخلات لأي شخص عبر وسائل الإعلام لا تمثل أهالي المنطقة. وجاء البيان على خلفية تداول بيان يفيد بتأييد العربان لخليفة حفتر. على الصعيد الإقليمي، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال محادثاته مع نظيره الفرنسي جان مارك إيرولت ضرورة التزام المجتمع الدولي بدعم الجهود الرامية لتنفيذ الحل السياسي في ليبيا. كما استعرض شكري الجهود التي تقوم بها القاهرة لبناء توافق وإيجاد حل في إطار الاتفاق السياسي الليبي، مشددا على أهمية أن يكون الحل في ليبيا بيد الليبيين أنفسهم. قال رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج إنه في لقاءاته مع الجانب المصري كان هناك حرص شديد من الطرفين على تجاوز الأزمة الليبية، وأن يكون لمصر دور إيجابي فيما يحدث في ليبيا بحكم علاقتها المتميزة مع بعض الأطراف. وأضاف السراج في مقابلة تلفزيونية أن الوضع في ليبيا بحاجة إلى توافق عربي، نفيا أن يكون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد طلب منصبا لخليفة حفتر. السيد خليفة حفتر طبعا بموجب قرار البرلمان أنه هو قائد عام للجيش. طبعا احنا كان لنا لقاء
السابق مع السيد خليفة حفتر، وكانت الرغبة معرفة ماذا يريد الطرف الثاني. وهذا الكلام نقل إلى فخامة الرئيس السيسي أكثر من مرة، وإلى الجانب المصري وإلى الأطراف الثانية، ماذا يريد الطرف الثاني. نحن كحكومة وفاق وكمجلس رئاسي ليس طرف في الصراع، نحن نتاج مخرجات الاتفاق السياسي، جئنا لإدارة وفاق بين الليبيين وليست لإدارة حرب وصراع بين الليبيين. فكنا على مسافة واحدة مع الجميع، مع السيد خليفة حفتر، مع السيد المستشار عقيلة، مع الأطراف اللي هي حتى رافضة أو المعرقلة للاتفاق في بعض مناطق أخرى من ليبيا. فكنا نحاول أن احنا زي ما نقولوا اللم شمل كل الأطراف، توحيد المؤسسات، سواء المؤسسة العسكرية تشتغل تحت قيادة سياسية وقيادة مدنية، توحيد باقي المؤسسات، مؤسسة النفط، باقي الوزارات. فترة الانقسام السياسي ما حدث في ليبيا خلال السنتين الماضيتين كان قاسي جداً وأداء على المواطن الليبي والمعاناة اللي يعيشها. هذا وأكد سراج أن الرئاسية لم يدعم دخول سرايا الدفاع إلى الهلال النفطي، مضيفا أن الرئاسية طلب من الحرس الرئاسي أن يكون الفيصل في الموضوع، وطلب أيضا بدمج حرس المنشآت التابع لحكومة الوفاق مع حرس المنشآت التابع للطرف الآخر للحفاظ على قوت الليبيين. لم ندعم هذا التدخل، بالعكس رأينا أن هذا عبارة عن تصعيد عسكري في غير محلة. كل ما عملناه أن احنا دخلنا حرس المنشآت النفطية التابع لحكومة الوفاق ليكون طرف فاصل بين أي طرف، ويتم تفريغ هذا الهلال النفطي من أي قوة أخرى باستثناء حرس المنشآت النفطية. وطلبنا أن حتى منعا لأي أن يدخل الهلال النفطي في أي تجربات سياسية يكون حرس المنشآت النفطية موحد. من جهة أخرى، قام سراج الخميس بزيارة إلى مركز الحسين الطبي للأورام في العاصمة الأردنية عمان، وذلك للاطلاع على حال المرضى الليبيين. وناقش سراج مع الجهاز الطبي الحالات الصحية المختلفة للمرضى والصعوبات التي تواجههم، إضافة إلى مراحل علاجهم. ويذكر أن عدد من يخضعون للعلاج في مركز الحسين ومستشفيات أردنية أخرى ممن يعانون من الأورام نحو 160 مريضا من مناطق مختلفة في ليبيا. قال وزير الشؤون الخارجية الفرنسية والتنمية الدولية جان مارك إيرولت إنه يجب مواصلة مكافحة الإرهاب بحيوية في جميع المناطق الليبية. وجاء ذلك خلال محادثات هاتفية أجراها مع نظرائه وزراء خارجية كل من الإمارات ومصر وقطر والجزائر يومي 27 و28 من مارس الجاري. وشدد إيرولت على دعم فرنسا للتوصل إلى تسوية سياسية بين مختلف الأطراف من أجل مصلحة ليبيا، وفي إطار اتفاق صخيرات الرامي إلى تشكيل جيش وطني يخضع للسلطة المدنية. تعرضت دار الإفتاء في منطقة الظهرة بالعاصمة طرابلس الخميس للرماية بالرصاص من قبل مجهولين لاذوا بالفرار. وأوضحت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية أن هذه المرة تعد الثانية خلال أيام، حيث قامت مجموعة مسلحة منذ أسبوعين بالدخول إلى المقر والاعتداء على الحراسات بالضرب وسرقة بعض المعدات. هذا وأدان حزب العدالة والبناء رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان الاعتداء على مقر دار الإفتاء، واصفا إياه بالجريمة التي يعاقب عليها القانون. وطلب صوان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك المؤسسات الأمنية بملاحقة مرتكبيها، لافتا إلى أن على الإفتاء أن تلعب دورا في تحقيق المصالحة ولم الشمل والتعامل مع الآراء السياسية على أنها اختلافات، طالما أنها آراء في قضايا قابلة للاجتهاد ومتعلقة بتقدير المصلحة من قبل ذوي الاختصاص في مؤسسات الدولة والمجتمع مع تنوع انتماءاتهم السياسية والفكرية. نظم حزب العدالة والبناء بمدينة مصرات الخميس مهرجانا تحت شعار نسائم الربيع بالتعاون مع مكتب رياض الأطفال بمراقبة شؤون التربية والتعليم بالمدينة، وكان ذلك بحضور أكثر من 2000 طفل واثنتي عشرة روضة. المزيد في سياق التقرير التالي.
أجواء احتفالية رائعة وسط حضور كبير فاق 2000 طفل من رياض الأطفال العامة وبمشاركة 12 روضة وأكثر من 300 معلمة كانوا حاضرين بالمهرجان الذي نظمه حزب العدالة والبناء بمصراتة وبالتعاون مع مكتب رياض الأطفال بمراقبة شؤون التربية والتعليم بالمدينة. الغاية والهدف من هذا المهرجان هو إدخال الفرحة على الأطفال وجعلهم يعيشوا مساحات من الفرح ومساحات من الانسجام بعيدا عن السياسة وبعيدا عن المشاكل الاقتصادية والمشاكل الأمنية في ليبيا، اللي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجمع شمل الليبيين وينهي التشدي والانقسام. المهرجان الذي أقيم الخميس داخل قاعة نادي التصدي قصر أحمد تحت شعار نسائم الربيع شهد العديد من العروض الغنائية والمسرحية والأناشيد الوطنية بوغية إدخال الفرح والبهجة على الأطفال بعيدا عن المشاكل التي تمر بها البلاد. كان لنا والحمد لله الشرف ان احنا نكون مشاركين معاهم اليوم مع هالعصافير الحلوه، مع البنات والولاد ما شاء الله جيل المستقبل، فكانت لنا ان احنا شاركنا معاهم، هم بالعكس هم اللي عزمونا، هم اللي كبروا بينا، هم اللي كان لنا فخر احنا نكون معاهم. شاركنا بشيء بسيط جدا ليس بذلك الكبير في حق هؤلاء الاطفال. إقامة مثل هذه المهرجانات تساهم في رسم البسمة على وجوه الأطفال التي اعتادت أعينهم رؤية مشاهد العنف على أمل أن تخرجهم من واقع إلى آخر أكثر فرحا واستقرار. متواصلون معكم وتتابعونا بعد قليل. عدسة ليبيا بانوراما ترصد معاناة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. على قد ما بتدفع فلوس على قد ما بتنجح، يعني الناس تستخلفها خاطر من هي الظروف متاعهم، بس احنا ما نفكروش الا في انفسنا للاسف. واحد لازم ينتبه للحاجه هذه، بلاد ممكن يبيعوا حاجات صلاحيه منتهيه والناس تشتري منا، يعني جماعة الحرس البلدي هم قايمين بواجبهم. مجالي المهني ومجالي وعلمي الجهادي قاعده اهم. حل مشكله السيوله على الليبيين. شيء ثالث نزل الدولار. ثاني حاجه طبعا في هم حاجتين ما تقدرش تجزئهم من بعضهم، التعليم والصحه. أهلا بكم من جديد. أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتين كوبلر على أحقية المواطن في العاصمة طرابلس في العيش في أمن وسلام. وأضاف كوبلر في تغريدة له على تويتر الخميس على خلفية عقد المستشار الأمني للبعثة باولو سيرا اجتماعات بخصوص تنفيذ الترتيبات الأمنية التي نص عليها الاتفاق، وأضاف أنه يجب أن تكون حياة المواطن خالية من مظاهر الخوف والاجتياح. عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مناقشات بتونس مع الأطراف الليبية المعنية والخبراء والبلديات لإدماج النازحين في إطار المصالحة الوطنية. وناقش المشاركون طرق تحويل الحق في العودة وحرية تنقل النازحين إلى واقع من خلال الحوار. كما أكد المنظمون والمشاركون على ضرورة ضمان عمليات المصالحة المحلية والوطنية لمعالجة مخاوف النازحين على النحو الصحيح.
ناقش أعضاء منتدى الخبراء الليبيين للتعاون الإنمائي الذي اختتم الخميس بتونس وضع إطار وطني للحماية الاجتماعية للتصدي لمشكلة الفقر والحد من حالات الضعف في البلاد، مع تقديم الدعم الفوري للفقراء والفئات المستضعفة. من جانبه أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتين كوبلر على ضرورة العمل بشكل خاص على الاقتصاد وضمان أمن حقول النفط، مضيفا أن مستقبل ليبيا بيد مواطنيها، ويجب على الليبيين رسم رؤية للبلد. وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الخامس جمع أكاديميين وخبراء بارزين ورجال أعمال من ليبيا، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع الدولي. نعى المجلس الأعلى للدولة عضو المجلس عن تجراء محمد ساسي الذي توفي جراء حادث سير الأربعاء. وتقدم المجلس في بيان له بتعازيه لأسرة المتوفى وذويه. ويشار إلى أن ساسي كان عضوا في هيئة تدريس كلية الهندسة بجامعة طرابلس قبل أن يترشح لانتخابات المؤتمر الوطني العام التي تمت في يوليو من عام 2012. في ظل استمرارية الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، يبقى المواطن في حيرة من أمره في تسيير أموره الحياتية. الزميل زياد الحجاجي رصد بعض معاناة المواطنين وأعد لنا التقرير التالي. تصاعديا أثر الانقسام السياسي في البلاد في الأوضاع الاقتصادية التي أدلت بدلوها على المواطن الليبي الذي بات يفكر في إيجاد الحلول للحصول على ما يسد رمقه وأسرته، خاصة مع عدم توفر السيولة المالية. وفي حال توفرها فإن متوسط الدخل لا يتناسب مع الارتفاع المفرط للأسعار. محصل قلت لك من قبل عطلة السنة 250 دينار من المصرف، والباقي تو ندبر في حالي نمشي. يعني تو الوقت هذا اللي زي ما تقول محطه البنزين، واللي عنده صاحبه في صيدليه، واللي عنده صاحبه في كوشه، واللي عنده صاحبه في سوق زي السوق هذا، شيك مصدق تجي. المهم هي بالمعرفه، شيك دير شيك مصدق ونمشي به في اموري، مره 500 مره 1000 جنيه وندبر في اموري وخلاص. الارتفاع الملحوظ في الاسعار، الافضل طريقه ان الشخص يلتزم قدر الامكان، باش تاخذ يعني تاخذ اللازم اللازم قدر الامكان، لأن الأسعار مرتفعة بشكل كبير جدا 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 جدا. حلول وجدت على أساس التخفيف من عبء المواطن، كاستخدام بطاقات الدفع المسبق كبديل للدفع النقدي. فإذا بالمواطن يجد نفسه مجبرا على دفع السعر بالضعف. حاجة اللي بتاخذها مثلا بخمسين بتاخذها 150 زايدين فيها، وهذا بيسبب لنا احنا مشكله، يعني مشكله كبيره. هي سيوله ما فيش، وحاولنا ان احنا بتحلوا لنا المشكله هذه بالبطاقه، فانتم زدتونا مشكله فوق المشكله هذه الجديده اللي ديرها. فانا نتمنى من الاخوه المسؤولين في داخل الدوله ان هم لازم يديروا حل للمشكله هذه. الوضع الاقتصادي لاصحاب الدخل المحدود واقع بين مطرقه غلاء الاسعار وسندان الاستغلال من بعض التجار، في انتظار أن تأتي الحلول من الجهات المسؤولة التي فقدت ثقة المواطنين، فالحل بأيديهم لإرجاع هذه الثقة. عقد اجتماع الخميس بمقر المجلس البلدي الغريفة، ضم الهلال الأحمر بالمدينة ومكاتب الشؤون الاجتماعية بالمنطقة، وذلك لمناقشة وضع آلية عمل مشتركة لتقديم المساعدات للأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك. المجتمعون ناقشوا كيفية العمل على حصر نوعية المواد الأساسية التي تحتاجها الأسر وإمكانية جمعها من خلال فتح المسارات للتعاون مع التجار ورجال الأعمال، بالإضافة للجمعيات الخيرية الموجودة بمنطقة وادي الأجل. تناقشنا في عدة نقاط، وأهم هذه النقاط نحن كهلال الأحمر ساعيين لبرنامج أو تقديم مد يد العون والمساعدة في شهر رمضان المبارك إن شاء الله للأسر المحتاجة. فتم التنسيق بيننا وبين مكتب الشؤون الاجتماعية الغريفة، وإن شاء الله بيبدأ العمل في القريب، وسيتم توجه لرجال الأعمال في المنطقة وكل حسب بلديتي.
قال رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في ليبيا عثمان البلبيسي أن نحو 10,000 مهاجر غير قانوني في ليبيا سينقلون جوا إلى بلدانهم هذا العام، وأضاف أن برنامج المنظمة يهدف إلى إيجاد طريق لخروج العالقين دون مال أو عمل بشكل تطوعي، وذلك من خلال منظمة الهجرة. الجدير بالذكر أن المنظمة أعادت أكثر من 2,000 مهاجر جوا العام الماضي. نفى وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة توجيهه أي اتهامات لعملية صوفيا بتشجيع الهجرة غير القانونية. وأوضح سيالة في تصريحات صحفية أنه طالب قيادة عملية صوفيا بإعادة النظر في سير العملية، مشيرا إلى أن المهاجرين صاروا يفكرون فقط في مخاطر عبور ليبيا والخروج من مياهها الإقليمية لاطمئنانهم لوجود فرق إنقاذ في الانتظار بعد ذلك. أكد رئيس لجنة إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة أن جزءا كبيرا من أزمة انقطاع الكهرباء سينتهي مع منتصف مايو المقبل في كل أنحاء ليبيا. أوضح حمزة أن الأزمة ستنتهي نهائيا في مارس 2018 إذا ما سارت وتيرة العمل في المشروعات دون توقف. كما أوضح حمزة أن الشركة العامة تولت تنفيذ مجموعة من الأعمال كصيانة بعض الوحدات التي دخلت فعلا على الشبكة، حيث بلغت القدرة الإنتاجية للبلاد 4500 ميجاوات. تمكنت الغرفة الأمنية تزليتن من احتجاز شاحنة قادمة من مدينة العجلات تستخدم في تهريب الوقود. وأوضحت الغرفة أن بلاغا هاتفيا وردها عن تزود الشاحنة بالوقود بطريقة مشبوهة، حيث تحتوي على خزانات إضافية تحت صندوق التحميل. وأكدت الغرفة أن التحقيقات المبدئية التي أجرها جهاز مكافحة التهريب والمخدرات مع سائق الشاحنة كشفت عن أنه أحد مهربي الوقود إلى خارج البلاد. قام عميد بلدية وادي البونيس أبو القاسم عبد الله بزيارة ميدانية الخميس للوقوف على سير العمل في مشروع ربط شبكة الصرف الصحي وخزان تجميع مياه الصرف بمنطقة سمنو الذي بلغ المرحلة الأخيرة من تنفيذه. وتجدر الإشارة إلى أن المشروع جاء على خلفية ما تعانيه المنطقة من فيضان مياه الصرف نتيجة تهالك المحطة القديمة. مشاهدين، بهذا وصلنا إلى ختام هذه النشرة وإليكم عناوينها. مجلس الوزراء الأوروبي يمدد العقوبات المفروضة على خليفة الغويل ونوري بوسهمين وعقيلة صالح. السراج يقول إن ليبيا بحاجة إلى توافق عربي ويطالب الحرس الرئاسي بأن يكون الفيصل لإنهاء الحرب في منطقة الهلال النصري. دار الإفتاء تعلن عن تعرض مقرها بطرابلس لإطلاق النار، والصوان يشدد على ضرورة ملاحقة الجنى وتسليمهم إلى العدالة. في أمان الله.